أخبار الجامعات المغربية من قناة كومبيس ماروك تيفي، مرحبا بكم. تباحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي مع وزيرة التعليم العالي في حكومة كيبيك السيدة باسكال ديري، وذلك يوم الأربعاء فاتح نوفمبر 2023 بمركز مؤتمرات مدينة كيبيك. وشكل هذا اللقاء فرصة للطرفين لمناقشة سبل ووسائل تطوير التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يستفيد 90 طالبا مغربيا من الإعفاء الجزئي من رسوم التسجيل بالمؤسسة الجامعية بالكيبيك لمسالك الإجازة والماستر والدكتوراه. وفي هذا السياق تجدر الإشارة أن الاتفاقية الخاصة في مجال البحث العلمي الموقعة سنة 2022 بين صندوق كيبيك للأبحاث والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني مكنت من تمويل 6 مشاريع بحثية مشتركة حول المواضيع التالية: العلوم الصحية والتكيف مع تغير التحولات المناخية وإدارة المياه. وقد ناقش طرفان خلال هذا الاجتماع سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما دعم حركية طلبة الدكتوراه من الجيل الجديد وتعزيز المهارات الأفقية. وجدير بالذكر أن هذا اللقاء نظم في إطار السيد الوزير للكيبيك بمناسبة النسخة الثالثة للأسبوع العالمي للفرنكوفونيا العلمية الذي تنظمه الوكالة الجامعية للفرنكوفونيا وحكومة كيبيك من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023. التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي على هامش الدورة الثالثة للأسبوع العالمي للفرنكوفونيا العلمية المنعقدة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 مع السيد بيير غوميز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا في جمهورية غامبيا، وكذلك السيد موهيندو نزانغي بوتوندو وزير التعليم العالي والجامعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. واستعرض السيد الوزير خلال هذه اللقاءات الثنائية الأفاق الواعدة للتعاون بين المغرب وغامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المجالات الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خاصة في مجال الحركية الطلابية. كما أعرب السيد الوزير بهذه المناسبة عن استعداد الوزارة في إطار تعزيز روح التضامن والشراكة تقاسم تجاربها وخبراتها مع شركائها الأفارقة. شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي في أشغال النسخة الثالثة من الأسبوع العالمي للفرنكوفونيا العلمية المنظمة ابتداء من 30 أكتوبر إلى غاية 3 نوفمبر 2023 بكيبيك كندا من طرف المنظمة الدولية للفرنكوفونيا بشراكة مع مقاطعة كيبيك. وقد تمحورت أشغال هذه النسخة حول المؤتمر الثاني للشباب الطلابي الفرنكوفوني، المناظرة الثالثة للفرنكوفونيا العلمية، المؤتمر السابع لوزراء الفرنكوفونيين المسؤولين عن التعليم العالي والبحث، اجتماع المسؤولين عن التعليم العالي. وفي كلمة له خلال الافتتاح الرسمي لهذا الحدث أكد السيد الوزير على ضرورة تكوين الشباب وتعزيز مهاراتهم الأفقية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل الرفع من قابلية توظيفهم والارتقاء برأس مال البشري للدول الفرنكوفونية. كما قدم السيد الوزير عرضا حول التوجهات والإنجازات الرئيسية للمملكة المغربية في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باكت إسغي 2030. وتجدر الإشارة إلى أن السيد الوزير قد شارك بأشغال المؤتمر السابع لوزراء التعليم العالي الفرنكوفونيين إلى جانب مجموعة من الوزراء، وشكل هذا المؤتمر فرصة لمناقشة سبل تنفيذ بيان الدبلوماسية العلمية الفرنكوفونية الذي تم توقيعه خلال النسخة السابقة. كما تمت مناقشة إنشاء برنامج جديد لحركية الطلبة داخل الفضاء الفرنكوفوني بالإضافة إلى ترويج المنشورات العلمية باللغة الفرنسية. جرى تتويج الأستاذة حسنة كجي عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي ضمن فعاليات المؤتمر التاسع لوزراء البيئة الذي تشرف عليه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو. وقد تم تسليم هذه الجائزة القيمة التي تهم قطاع الأنشطة الريادية للمرأة في العمل البيئي للسيدة العميدة ضمن مجموعة متميزة من المتواجدين تضم 22 فائزا ينتمون إلى 18 دولة من العالم العربي والإسلامي. ساهمت دراساتهم وأبحاثهم وتجاربهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار
والتنمية المستدامة في مجالات مختلفة في العالم الإسلامي. وجدير بالذكر أن السيدة العميلة حسنة كجي ترأس المصدر الدولي للبيئة والتنمية المستدامة، ولها العديد من الإسهامات والإنجازات في البحث العلمي في مجال البيئة، ومقالات علمية متعددة وكتب في ميدان البيئة والتنمية المستدامة والمرأة والطفولة والتربية والتعليم. تم الإعلان عن فتح باب التقديم أمام الطلبة المغاربة للاستفادة من منحة إيفل بجامعة كاين نورمادي. الموعد النهائي للتقديم هو 23 نوفمبر 2023. نهاية موجز الليلة، إلى اللقاء.